مصر انضمت لمجموعة البريكس بعد ما وجهت لها المجموعة النهاردة دعوة، هي والإمارات والسعودية ومجموعة من الدول الأخرى منها إثيوبيا ودول تانية. الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي الناس كلها فرحانة بتقول مبروك لمصر والحمد لله دخلنا البريكس. إيه هي مجموعة البريكس؟ مجموعة البريكس مجموعة تشكلت في سنة 2009، قعدوا 3 سنين يفكروا فيها لحد ما في 2009 أعلنوها، بتضم البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، وبريكس باللغة الإنجليزية هو اختصار الأحرف الأولى من هذه الدول. أسرع 5 اقتصاديات في النمو، وأكبر 5 دول من حيث المساحة في العالم من حيث تعداد السكان، الأكثر كثافة سكانية، وبالتالي هم قالوا هنعمل البريكس دي عشان نواجه التغول الغربي في الاقتصاد، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وجهوا الدعوة لمجموعة من الدول بينها مصر، وهتنضم في بداية 2024. ايه المزايا؟ ايه الحاجات اللي ممكن نستفيد بيها؟ الحقيقة في مجموعة من الايجابيات الكتيرة جدا اللي لو حصلت فعلا هتفرق معانا في الاقتصاد المصري. اول حاجة ان هم ممكن يعملوا عملة موحدة، عملة ما بينهم زي اليورو كده في الاتحاد الاوروبي، وده لو حصل الحقيقة هيوفر على مصر او هيقلل الضغط اللي على مصر في موضوع الدولار الامريكي، كمان هيقلل موضوع الضغط على الاحتياط النقدي الاجنبي اللي هو مينلي بيكون بالدولار ايضا. كمان في قصة التعامل بالعملات المحلية، دي ايجابية، انت بتعمل تبادل تجاري بالعملة المحلية مش بالدولار، فده بيخف الضغط اللي عليك. كمان في قصة ان انت ممكن تاخد قروض من بنك التنمية التابع للبريكس بتسهيلات، وده اللي مصطفى مدهولي قاله النهاردة او من شوية من ساعة، ان احنا بنسعى للحصول على بعض القروض والتمويلات اللي تساعدنا في اتمام المشروعات القومية. كل ده شيء جميل جدا. ايه التحديات اللي قدامنا في موضوع البريكس؟ الحقيقه اول تحدي ان هو اصلا الموضوع كله معمول عشان زياده النفوذ الصيني في العالم عشان مواجهه الولايات المتحده الامريكيه، فانت بتخرج من الضغط بتاع صندوق النقد الدولي تتحط تحت رحمه الصين، والصين الحقيقه ليها مشاكل كبيره جدا متعلقه بحاجه اسمها الديون المخفيه، يمكن ابقى احكي معاكم فيها في فيديو تاني، فانت داخل تحت النفوذ الصيني. النقطه اللي بعد كده ان انت الانتاجيه عندك، الانتاج انت بتقفل مصانع ما عندكش انتاج بشكل عالي، فانت مش عارف هتصدر لهم ايه، انت مش عارف هم هيستفيدوا منك ايه، انت عايز تستفيد لكن ده في مقابل، الحقيقه انت ما عندكش المقابل. الصادرات بتاعتك حوالي 40 مليار في العام المالي 2021-2022، وده رقم هزيل جدا، 40 مليار دولار، فانت محتاج تزود صادراتك، محتاج تزود الانتاجيه بتاعتك، انت بتقفل مصانع اصلا، انت بتسرح عمال، انت بتجيب مستثمرين اجانب، في ازمه في الاصلاحات الهيكليه في الاقتصاد المصري، يمكن ده ما يخليناش نستفيد قوي من قصه البريكس. النقطه اللي بعد كده كمان هي فكرة انك بتواجه الولايات المتحدة الامريكية لما بتروح في حضن الصين وروسيا بالشكل ده، هل احنا هنقدر نتحمل حاجة زي كده؟ الحقيقة ده سؤال مطروح. النقطة اللي بعد كده معظم دول البريكس او الدول الخمسة معظمها الصين والهند وروسيا وكده هي دول شمولية اصلا، لا في قضاء ولا في اي حاجة، فانت لو اختلفت معاهم مش عارف هتعمل ايه، انت برضو يعني مش ديمقراطية ولا حاجة، انت دولة شمولية، لكن الحقيقة الموضوع هيبان في الفترة الجاية ايه الاستفادة، ايه التحديات اللي قدامنا، اللي اكبر حاجة فيها زي ما قلت لك هي موضوع الصادرات والانتاجية.